وبركاته، طلاب مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بيكم في مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي. هنتكلم النهاردة عن الوحدة التانية، الدرس التاني، الثابت والمتغير. تعال نتفكر يعني ايه ثابت ومتغير. هنوضح هنا بالمثال اللي قدامي ده، هو ايه هو الثابت وايه هو المتغير. بيقول لي اذا كان سعر قلم 3 جنيه، يبقى القلم الواحد لو رحت اشتريته هشتريه ب3 جنيه، فما ثمن شراء قلمين وشراء 3 أقلام؟ يبقى أنا لو جيت اشتريت قلمين، هقول الاتنين القلمين في سعر القلم الواحد اللي هو ب3 جنيه هيديني 6 جنيه، ولو اشتريت 3 أقلام يبقى 3 في 3 اللي هو سعر القلم بيساوي 9 جنيه. الواضح قدامنا هنا إن سعر القلم ثابت متغيرش، لكن اللي اتغير معايا عدد الأقلام، وبالتالي هيتغير إجمالي ما يدفع من متغير بتغيير عددها. يبقى أنا عندي الإجمالي اللي أنا هدفعه هيتغير، والسبب التغيير اللي عندي هو تغيير عدد الأقلام. إذن عدد الأقلام اتغير ولكن سعر القلم ثابت، فبقى الناتج الإجمالي اللي أنا بدفعه متغير. السؤال الأول عندي بيقول لي اكمل بالتعبير الرمزي المناسب. عددان حاصل ضربهما 42، أحدهما س فيكون العدد الآخر. تعالى هنا هو تفكر في السؤال، واحنا قلنا الكلمة اللي احنا بنقولها هنبدأ نحولها لرمز. طيب عددان، فلنفترض ان العددين دول زي ما شفنا لو حولناهم لرموز مثلا وليكن س وص، حاصل ضربهما 42، يعني كأني بقول س في ص هيساوي 42. كان أحدهما س فيكون العدد الآخر بيساوي، يبقى ص اللي هو العدد الآخر هيساوي ال 42 الناتج على الس، يبقى أنا هوت ص بتساوي 42 على الس. مثلث متساوي الساقين طول قاعدته 5 سنتي، اوجد العلاقة الرياضية التي تربط بين محيط المثلث وأطوال أضلاعه. احنا طبعا القانون بتاع المحيط بتاع أي شكل متفقين ان هو مجموع أطوال أضلاعه، يبقى نوت في المثلث انا عايز مجموع أطوال أضلاعه. ادي المثلث قدامك، هو عامل لك دلوقتي ان طول الضلع الأول بيساوي لام وطول الضلع الثاني بيساوي لام لأنه متساوي الساقين، وطول الضلع الثالث 5 سنتي. يبقى أنا دلوقتي العلاقة بتاعتهم هتبقى بتساوي إيه؟ هتساوي طبعا آدي اللام ومجموع أطوال أضلاعه، يبقى لام زائد ال5 سنتي. طيب مش أنا ممكن أقول لام زائد لام بيديني 2 لام؟ يبقى العلاقة الرياضية بتاعتي 2 لام اللي هما الضلعين زائد 5 سنتي اللي هو الضلع التالت. السؤال التاني بيقول اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال الأول بيقول لك إذا طرحنا 5 من 3 أمثال العدد ص نحصل على، امسك سؤال كلمة كلمة، إذا طرحنا يبقى في ناقص 5، من يبقى طبعا الكلمة اللي هتكتبها بعد كده لازم تبقى هي الأول، انت هتطرح من 3 أمثال العدد ص، يبقى أنا هقول 3 ص اللي هي 3 أمثال هطرح منها 5، يبقى 3 ص ناقص 5. عددان س وص أحدهما يزيد على الآخر بمقدار 3، فإذا كان أصغر العددين هو ص فإن س اللي هو العدد الكبير، يبقى بيقول لك إن في عدد بيزيد عن الآخر بمقدار 3، أكيد العدد الزيادة ده اللي هو العدد الكبير، يبقى الصغير زائد 3 هيديني الناتج، يبقى الصاد اللي هو العدد الصغير زائد 3 يديني المعادلة بتاعتي. إذا كان طول ضلع معين س ومحيطه ح فإن العلاقة الرياضية بين ح والسين هي ح بتساوي الح ديت اللي هي قلنا إيه؟ محيط المعين، والمعين أضلاعه الأربعة متساوية في الطول، وأنا قلت إن محيط أي شكل بيساوي إيه؟ مجموع أطوال أضلاعه. طيب أنا عندي إن المضلع الضلع في المعين متساوي في الأضلاع، المعين متساوي الأضلاع، يبقى أنا عندي هنا هقول
ضلع زائد ضلع زائد ضلع زائد ضلع، هتعيده 4 مرات وهو متساوي الأضلاع، يبقى طول الضلع فيه 4، يبقى أنا هنا هو طول الضلع لو رمزت له بالرمز س يبقى 4 س. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, you could be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could be the world, you could be the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can be the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Steady.